على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، واسم مصر وعلم مصر رفعوا بأيدي المصريين في كل أنحاء العالم على مدار أكثر من 68 ساعة مضت، وما زال الحدث مستمراً لأكثر من 12 ساعة قادمة حتى موعد إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات في آخر لجنة بغرب الولايات المتحدة. حدث سطر به المصريون تاريخاً وأثبتوا خلاله أن مصر أحب وأجمل الأشياء لقلب كل مصرية مهما طالت المسافات ومهما طالت الغيبة. أهلا بكم مشاهدينا، ما زلنا نتابع توافد المصريين في الخارج على لجان الاقتراع في 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 دولة حول العالم. مشهد كرنفالي يؤكد حجم وعي المصريين في الخارج بقيمة هذا الاستحقاق الدستوري الكبير. سنتابع ونحلل هذا المشهد وسنناقش أيضا موضوع حلقتنا وهو الأحزاب والمشاركة السياسية مع ضيفي الكريم الكاتب ريمون ناجي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار. أستاذ ريمون، برحب بحضرتك معي عبر شاشة تن. أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك. بداية أبدأ معك من هذا المشهد الذي دار على مدار 3 أيام، انتخابات المصريين بالخارج، انتخابات رئاسية 2024. هذه الأعلام التي رفعت وهذه الأغنيات التي سمعناها، التجمع الكبير وكل ما شاهدناه وما لمسناه من حب لهذا الوطن، كيف قرأتم هذا المشهد على مدار 3 أيام الماضية؟ المشهد مش محتاج حد يقراه، المشهد متشاف. المصريين في كل مكان في العالم وقفوا وقالوا تحيا مصر، قالوها من إنجلترا وقالوها من أمريكا وقالوها من الخليج وقالوها من أوروبا. المشهد إن ده احتفال مصري صريح زي ما حضرتك قلت في المقدمة، مصر بتحتفل مش بتنتخب. ولو مصر بتنتخب، مصر بتنتخب الأمن. مصر بتنتخب الأمان. صحيح. المصريين بره فاهمين كويس قوي حجم الـ الإشكاليات. صحيح. اللي حصلة في أرض مصر، فاهمين ومدركين ومقدرين النيران اللي بتحاط محاطة بينا مصر. طبعا المشهد العام في مصر بيقول ان مصر فيها قيادة. مصر بقت على صدارة الدول. مصر في 9 سنين قدرت تعمل اللي مفيش حد قدر يعمله في آلاف السنين، وقدرت تنفذ وتنفذ على الشرق وعلى الغرب وتحتوي أفريقيا. صحيح. هذا الإقبال الكبير الذي رأيناه وهذه المشاهد العظيمة حقيقة التي تدلل ربما على وعي المصريين الكبير، خصوصا في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة جميعا والتي تحاوطنا من جميع الاتجاهات، يعني كل هذه الظروف التي تعصف بالمنطقة، مثلما ذكرت هذا الأمن الذي نشعر به لابد أن يقدر، وربما هذا وعي المواطن المصري واعي بالفطرة. يعني مش محتاج ان حد يقوله او حد يوجهه. المواطن المصري اللي عاش 2011 وتبعات 2011 واللي عاش 2012 واللي نزل في 30/6 هو هو اللي بينزل دلوقتي وبيرفع علم بلده وبيقول تحيا مصر من جوه قلبه في اي دولة في العالم. هو اللي قادر انه يكون صمام امان لبلده. هو برضو نفس الشخص اللي نزل وثار على براثن الارهاب في يوما ما. هو نفس الشخص اللي بيحط ايده دلوقتي في ايد الدولة في ظل المبادرات اللي موجودة للمصريين في الخارج. لو بنتكلم على المشهد الخارجي،
وبيستثمر في بلده. ومن هنا بقى عايزين العرس الديمقراطي او الحفل الانتخابي ده يترجم بشكل فاعل من المصريين في الخارج الفتره اللي جايه بانهم يدفعوا باستثمارات جوه ارض مصر في ظل المبادرات الرئاسيه والمبادرات الحكوميه. احنا بقى عندنا مساحه مفتوحه للمصريين في الخارج جوه مصر، تعالوا استثمروا في بلدكم، احنا محتاجينكم هنا زي ما انتم كنتم موجودين هناك رافعين على مصر، تعالوا نرفعه سوا هنا. وربما هذا ترجم مثل ما ذكرت الوعي، يعني كان دليلا قاطعا هذا الإقبال الكبير ونسب المشاركة التي فاقت التوقعات حقيقة. يعني كنا نتوقع أمر وما شاهدناه، هذه المشاهد دللت على وعي أكثر مما تخيلناه. والله يا فندم هكلم حضرتك من جانب سياسي، وإن كنت صحفي لكن هتكلم من جانب سياسي. من جانب سياسي لا، احنا كنا متوقعين ان الإقبال هيكون عالي جدا. كنا شايفين ان رغم الشائعات الكثيره التي روجت في الفتره اللي شغاله ضد مصر، رغم كل الماكينات الممنهجه ضد مصر، رغم كل الدعوات الماجوره والمدفوعه على مصر، احنا عندنا يقين في الشعب المصري. الشعب المصري ده هو المعادله، هو لوحده معادله. معادله ملهاش حل، معادلته دايما عند بلده بيكون اسد زيه زي القائد بتاعه بالظبط، ما يختلفش. ما هو القائد من الشعب والشعب طبعا له قائد. صحيح. فكلاهما وجه الاسد زي ما بيقولوا. اول ما بيحس ان في خطر على بلده لا بينزل وبيقف وبيكون قادر وبيدافع لاخر نفس. فوجود المصريين في هذا المشهد ده مش غريب. وخلينا اكون امين جدا مع حضرتك، هو وهي ايضا ردت وضحضت كل الشائعات التي خرجت، وخصوصا من بعد الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه ازدادت الشائعات بشكل كبير والادعاءات الكاذبه التي روج لها كثيرون حقيقه. وهذه الانتخابات الحاليه كانت ردا كافيا حقيقه. والله الانتخابات الحاليه انا شايفها رد جميل. رد جميل. يعني انا شايف ان الانتخابات ونزول المصريين ده اسمه رد جميل. رد جميل علشان شخص قعد 9 سنين بيطعن وساكت، قعد 9 سنين شغال على بلده ولا يعبأ كل الاكاذيب. صحيح. والادعاءات الناس اللي نزلت دي نزلت رفع صورة الرئيس بره، وهي نازله وماشيه كانت رفع صورة الرئيس، لان هم عرفوه وعرفوه اكتر من تعلم المرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي وعاشت هذه الإنجازات التي تم تحقيقه. ايه يا فندم معلش؟ عاشت هذه الإنجازات وعاصرت كل الفترات معه. بالطبع. فهي تعلم هذا المرشح جيدا وما حدث بمصر مع هذه الفترة. ده جزء. الجزء الثاني هو جزء الحرب القائمة في قطاع غزة. لو كان البعض استغلها في انها تبقى كورة جمر يرميها على مصر فكانت مصر أقوى بالرد وأجدر بالاعتبار. بالعكس، يعني كانت كل أكاذيبهم ضحضت تحت أقدام المصريين. مش في الانتخابات بس ومن قبلها، لأن المواطن المصري أيقن إن لم يكن له قائد يجيد اتخاذ القرار في الوقت المناسب وبالشكل المناسب ولديه قوات مسلحة قادرة وتستطيع ولديها من الإمكانات ما يتيح لها الصد والمنع والرد إن لزم الأمر، ما كانش هيبقى المشهد كده. صحيح. كنا بقينا في جزء تاني خالص. أدركوا قيمة الأمن والأمان التي نحياه في بيوتنا وهذه اللحظات التي ننعم بها، ويعني كل التحديات من حولنا تحيط، فلابد من الوعي بأن ما نحن فيه هي نعمة كبيرة حقيقة. صحيح. القائم عليها قائد قوي طبعا. استطاع أن يحمي هذه الأرض. صحيح. لو تحدثنا أستاذ ريمون عن دور الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات، نتكلم على الانتخابات في الخارج ولا نتكلم على الانتخابات عموما؟ بالانتخابات في الخارج. طيب. الانتخابات في الخارج اعتقد ان للاحزاب السياسيه عموما، انا اتكلم هنا عن المصريين الاحرار باعتبار عضو مكتب سياسي لحزب المصريين الاحرار، احنا كنا سباقين شويه. يعني
كنا أول كيان سياسي في مصر يعلن أن مش تأييد الرئيس. إحنا أعلننا أن اعتبار الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشح للحزب، وتلك لها أسباب، لتطابق رؤى السيد الرئيس وخطواته مع البرنامج العام للحزب اللي هو رؤية وأهداف حزب المصريين الأحرار اللي بيرنوا إليها لو وصل السلطة. وبناء عليه ففي رئيس موجود وبيطبق تلك الرؤية. ولو تحدثنا عن هذه الرؤية بدون مقاطعة لكم، تفضلي. لو تحدثنا واستفضنا قليلا في هذه الرؤية، كيف ترون الرئيس عبد الفتاح السيسي أو حاليا المرشح في حال فوزه بالانتخابات، كيف تتطابق الرؤية مع هذا المرشح؟ بص، احنا لنا تجربة، احنا بنتكلم في 9 سنين نقدر نحكم بيهم. بعيدا عن شخص الرئيس وتكوين الرئيس وانه الرئيس جاي من طبع شعبي مصري طبيعي، يعني مواطن قريب، مواطن قريب مصري من قريب من المواطن. صحيح. البسيط. صحيح. يعني بيلتمس المواطن البسيط، وده شفناه في مشاهد غير مفتعلة، مشاهد طبيعية كثيرة بأحداث كثيرة. بالضبط. ده بيؤكد عن طبيعة وشخصيته وتركيبة وتكوينة الرئيس. لو كلمنا على الرؤية فإحنا بنتكلم عن ما حدث. إحنا بنتكلم عن طاقة، ملف الطاقة مثلا، على ملف من ضمن الملفات، ملف المياه والتعامل معه يتطابق تماما. أنا بتكلم على ملفات تم إنجازها بالفعل، تم العمل عليها بالفعل. ملف الطرق والكباري الذي نال من النقد ما نال. صحيح. وللأسف إن مش فاهمين إن من غير شرايين في الأرض مش هيكون لا في استثمار ولا في حياة. ما كانش حد يعرف ينزل من بيته. لازم ملف العشوائيات التي تم القضاء عليها والذي كان يؤرق يعني مناطق كثيرة كثيرة حقيقة. دي كانت قنبلة موقوتة وكانت على وشك الانفجار. ده هو ربنا اللي سخر ان يكون عندنا رجل له رؤية ولديه من الدراسات والإمكانات ما يتيح للتنفيذ، وكان عنده مؤسسات قادرة على الفعل. وبناء عليه احنا قدرنا نطلع من ده. وإلا فعليا كان زماننا موجودين في حتة تاني خالص. يعني مصر كانت بتنطفي نورها للأسف. يعني لو بنتكلم على باقي الملفات، بنتكلم على الملف مثلا التعليمي، لو بنتكلم على الملف الطبي، احنا عندنا كل الملفات، اغلب التأمين الملفات الصحي، منظومة التأمين الصحي دي كانت من ضمن الرؤى التي تتطابق تماما مع رؤية المصريين الأحرار. وده كمان كان مشروع متكامل كنا قدمناه في 2016 لحكومة المهندس الله يرحمه شريف إسماعيل، ولكن يعني لم يأخذ نصيبه. احنا بنشوفه بيتحقق. يعني احنا شايفين ان في خطوات جادة على كافة الملفات رغم كل الإشكاليات المحيطة. وملف الأمن القومي المصري، لا ده ملف لوحده، ده يعني ده ملف مش محتاج حلقة. صحيح. ده ملف محتاج ان المواطن يكون فاهم، واعي طبعا، يكون فاهم ان هو اما ان يكون حائط صد، اما ان يكون ضحية، اما ان يكون سند، اما ان يكون جاني. ده اللا مفر ولا بديل. انت قدامك طريق، اما ان تكون مع الوطن او طاعا للوطن. انت مع مين؟ والمواطن المصري مش محتاج ان حد يقول له. المواطن المصري بيعرف يشوف كويس، وبيعرف يقرا كويس، وبيحلل المشهد كويس، حتى وان كانت السوشيال ميديا بتعبس بعض الشيء، لكن محتاج احيانا ان احنا ننزل له ونقول له احنا معاك، وتعالى احنا نتفاهم، تعالى احنا نتناقش. صحيح. بالنقاش الموضوع ده بينتهي في اقل من اللحظات. ده بجد. صحيح. لو تطرقت معك لأن لدينا 4 مرشحين بخلفيات مختلفة، أيديولوجيات مختلفة، ومنهم مرشح محسوب على المعارضة وهو السيد فريد زهران، إلى أي مدى تساهم هذه التجربة في المزيد من الإنضاج للنموذج السياسي بالنسبة للجمهورية الجديدة؟ بص، هو فكرة أن يبقى في 4 مرشحين على رئاسة مصر، مش هقول ان ده لها دلالات كبيره. يعني لا، هي احنا فعلا في جمهوريه جديده. كثر التابوه الماضي تماما، وفتحت المجال على مصراعيه للموالاه والمعارضه. احنا عندنا ساحه مفتوحه، ودي مصر، وكل الحديث بيكون من منطلق وطني. طالما بنتكلم تحت مظله علم واحد وعلى ارضيه واحده، وان اختلفت الاراء فإحنا لا نتقاتل، لأن إحنا في الأول وفي الآخر بنتكلم على وطن. صحيح. لا قتال على وطن.
احنا بنحارب معا من اجل سلامه هذا الوطن، ده المفروض. فوجود اربع مرشحين على مقعد رئيس الجمهوريه، يعني احنا بنتكلم في اثمن الاستحقاقات الدستوريه، ده موضوع ما اعتقدش انه حصل في تاريخ مصر يعني خالص. يعني احنا طلعنا من الملكيه للجمهوريه 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 لجمهوريات، يعني احنا بقينا في جمهوريه جديده. احنا فعلا بنتكلم عن مصر الجديده، الجمهوريه الجديده اللي حط اساسها الرئيس من 9 سنين. صحيح، محدش يقدر ينكر ده. صحيح، لا المعارضه ولا الموالاه، خلينا واضحين جدا، لن يجرؤ احد انه كان يدور في مخيلته انه ينزل قبل كده. لما حد نزل قبل كده كانت الدنيا بيبقى دنيا مشكله خالص. قبل كده في عصور سابقه، انا بتكلم عن عصور سابقه، ولنا في التاريخ اسوه ومثال. فوجود مرشحين على مقعد رئيس الجمهوريه بالشكل ده، ومنافس الراجل بقاله 9 سنين بيدي لمصر، وهو بقاله سنين كتير بيديها بس في القوات المسلحه، يعني 9 سنين بيدي لمصر من تعب، تاريخ كبير حقيقه. طبعا احنا بنتكلم عن سأعود وأستأنف معك أستاذ ريمون، ولكن ينضم إلينا هاتفيا من واشنطن الأستاذة إنجي جرجس، نائب رئيس الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج في واشنطن. أستاذة إنجي، مرحبا بك معي عبر شاشة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. يعني لو تحدثينا أستاذة إنجي عن المشهد على مدار الثلاثة أيام الماضية. الحقيقة هي بدأت فعلا الانتخابات من يوم الجمعة الساعة 9 صباحا واستمرت حتى الساعة 9 مساء. كان يوم الجمعة بيعتبر يوم عمل هنا في واشنطن دي سي في أمريكا طبعا عموما، وكمان كان يوم مطر، ومع ذلك كان في برضو حشد كبير كان مليء بكبار السن وذو الاحتياجات الخاصة وكمان الشباب. بالرغم من الجو الصعب ولكن الكل كان حريص. أما يوم السبت فكان الحقيقة احتفال أكثر ما هو انتخاب، يعني كان في حشد من جميع الولايات المحيطة بسفارة واشنطن، هنا السفارة المصرية في واشنطن دي سي، في ناس جايين من ولايات نورث كارولاينا وساوث كارولاينا حتى فلوريدا، ودي المسافات بتبعد من 4 لـ5 ساعات سواقة، لأكثر كمان لفلوريدا يمكن أكثر من 8 ساعات. التيسيرات والتجهيزات التي قام بها الهيئة الوطنية للانتخابات في أو للتيسير على المواطنين، كيف تابعتيها؟ الحقيقة قبل طبعا الانتخابات كان في تجهيزات كثيرة جدا، وكان في مجهودات عظيمة جدا من المسؤولين عن هذا الحدث، وكمان التسهيلات الداخلية في السفارة المصرية كانوا متعاونين جدا، كان كل شيء معمول بطريقة منسقة ومنظمة جدا من أول ما تخشي من على الباب الخارجي والداخلي، وبتتعامل بطريقة ديمقراطية جدا، بطريقة فيها حرية وخصوصية جدا. أستاذة إنجي، يعني لو تحدثنا عن هذا الإقبال، إنما يدلل على وعي المصريين بالخارج لأهمية هذه المرحلة، أليس كذلك؟ طبعا يا فندم. هل لمستي يعني هذا أبرز ما لمستيه؟ أبرز ما لمسته فعلا وعي الناس، بالرغم من أن هم مش عايشين في الوطن، لكن الوطن فعلا اللي عايش فيهم، وعايزين التقدم لبلادهم، وحريصين جدا على أن هم يصوتوا، وعارفين كويس جدا أن دوت حق دستوري، وكانوا مصرين بأجين بالرغم من البرد والمطر، برغم من ناس ذو احتياجات خاصة، ولكن أصروا على إن هم يجوا لحماية وطنهم، من الاستمرار إن الوطن يكون في حالة ازدهار وسلام وأمان. بأكبر دليل في الوقت الحالي إن فعلا وطننا الوحيد اللي دايما فاتح أحضانه لكل البلاد ودايما بيدعم مهما كانت الظروف، فطبعا كل الشعب المصري اللي عايش خارج البلاد حريصين إنهم يحافظوا على الوطن اللي أخيرا
بقى موجود وبيبهر العالم أجمع. حجم الجالية المصرية أستاذة إنجي في واشنطن وعدد مراكز الاقتراع. هنا في واشنطن هي السفارة والقنصلية، ولكن بيجيلك 2 ولايات أخرى العدد الجالي كبير جدا، لأنك أنت تابعة لنورث كارولاينا، ساوث كارولاينا، فيرجينيا، ماريلاند، وفلوريدا، كنت أكثر من ولايات والمسافات بعيدة جدا. فأنت عندك حضرتك بتتكلمي على حد كبير. نقطتين أحب أضيفها، وهو الوحدة الوطنية اللي أنا شفت فعلا أمام السفارة وأمام الشعب الجميل المصري، وهو الوحدة الوطنية اللي قد إيه حاسين إن لازم نثبت للعالم إن إحنا عندنا وحدة وطنية. صحيح، أشكرك، شكرا جزيلا أستاذة إنجي جرجس من واشنطن، كنت معي نائب رئيس الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج في واشنطن، شكرا جزيلا لك. أعود إليك مرة أخرى أستاذ ريمون. الآن لو نتحدث عن الحياة السياسية، واقع الحياة السياسية في مصر من بعد الحوار الوطني، كيف تابعتموه؟ هو الحوار الوطني عمل نقلة. هو خلينا نتكلم بوضوح شديد جدا، طبعا ما كانش في حساسية بمصر. يعني كان في شبه للحساسية بمصر. احنا من 2011 كانت في احزاب بتنشأ، وفي احزاب كانت موجودة في السابق، كانش في ارادة فيما قبل ان يبقى في واقع سياسي حقيقي، في مساحة للرأي والرأي الآخر، في فكرة الطرح، في فكرة أن يبقى في حياة سياسية. صحيح. أن يبقى في دور تنوع للحزب السياسي. بدأت بالحوار الوطني، ودي كانت الغرس المثمر اللي وضعه رئيس الجمهورية. وللأسف أنه تعرض برضو للهجوم والطعن والتشكيك، وهي بصي هو باكج كده هنا مكمل معاه. ده للاسف يعني الراجل بادر بده علشان خاطر يخلي كل حزب يعبر عن نفسه، يعبر عن نفسه بالرؤيه. هل كان محتاج ان حد يقول حلول؟ طب ما هو بالفعل بيقوم بحلول، لكنه عايز كله يشارك في الحل. وهنا فكره الدوله، هنا فكره الجمهوريه الجديده، هنا فكره ان الكل مسؤول وليس المسؤول فقط مسؤول. صحيح. هنا فكرة ان الحزب السياسي لازم يقوم بدوره اللي بجد، انه يحط رؤى، يقدم مقترحات، يطلع افكار، يخرج شباب قادر بانه يتحمل المسؤولية يوما ما في اي موقع اي مكان، انه يبني، انه يخدم المجتمع. وهنا احنا بنتكلم عن دور حزب سياسي. حزب سياسي يعني لديه من الخزانة الفكرية والمعلوماتية والقراءة ما يكفي لدولة أو ما يخدم دولة، مش أني أدي إعانة أو أدي مساعدة خالص. ده دور الجمعيات. هنا احنا لازم نفصل ما بين الحزب السياسي وما بين الجمعية الاستهلاكية أو العمل الجمعية الخدمية. ده مش انتقاص من دور العمل المدني خالص، فكرة تكاملية. احنا كلنا في عمل عام، كلنا في عمل مدني، لكن هنا في دور وهنا في دور. المفروض ده صاحب الفكر وصاحب الرؤية وصاحب التحليل يكمل دور الثاني بتاع مثلا اللي بيقوم بيه دلوقتي التحالف الوطني للعمل الاهلي. عندنا دور رائد للتحالف الوطني للعمل الاهلي، وده برضو كان غرس تحت اشراف رئيس الجمهوريه. لان راجل عارف الثغرات فين. هو لما قال في يوم ما انا عارف مصر زي ما انا شايفكم قدامي كده، ما كانش بيقولها كلام. هو كان على يقين بما يقول. ده دور الحزب السياسي. دور الحزب السياسي انه يكون سند لبلده. دور الحزب السياسي انه يكون مع بلده حتى وان كان لديه نقد. لازم يكون نقد بناء، نقد موضوعي، مش ان انا اطلع المعارضه الحنجوريه، ان انا انتقد من اجل الانتقاد. وعلى غرار احد المجالس كان هناك نائب معارض، فلما وافق البرلمان كله تقريبا كان في غفله من الزمن بعد ما صوتوا بالموافقه على طلبه، فاتفاجئ ان هو بيعترض على طلبه. فما احنا دي المشكله. دي المشكله، ان المعارضه من اجل المعارضه دي كارثه. انما معارضه مع نقد بناء، مع رؤيه واضحه، لديك من المقترحات والاليات ما يحقق ابعادها، اذا حقك تعارض.
لكن معارضة من أجل المعارضة على سبيل إن أنا بعترض والسلام، ده عمره ما يكون يبني أوطان، مستحيل. مستحيل. وكيف يمكن للأحزاب والنقابات توعية الجماهير بالمخاطر سواء الداخلية أو الخارجية؟ بس هو الدور ده دور مشترك مع الإعلام. يعني الدور لازم نقول وإحنا بنقول والنقابات، لا والإعلام والدراما والفن والمسرح والإعلام يقدم هذا الدور. مصري الجميع يقدم هذا الدور، الجميع يتواصل مع المواطن، لكن إحنا محتاجين ندوس شوية ده في الدور الدرامي تحديدا، لأن هو اللي واصل للبيت، هو اللي جوه البيت باستمرار. عايزين نناقش ده الدراما. يعني احنا عندنا الفنان طارق الدسوقي مثلا على سبيل المثال، له رؤية في هذا الملف. عندنا الحزب بقيادة الدكتور عصام والأمين العام الدكتور هبه واصل، عندنا استراتيجية كاملة في هذا الإطار، فلازم نتعامل مع ده بشكل مباشر على كل المستويات. يعني أنا ما ينفعش أن أنا أشتغل على فئة معينة وأترك باقي الفئات. أنا موجود مع حضرتك دلوقتي وفي مؤتمر جماهيري للشباب في أسوان، احنا بنستهدف فئات نوعية. امبارح كان عندي حاجة في شبرا مصر كانت لذوي الإعاقة وذوي الهمم. استهدف الفئات النوعية، إذا أنت بتوصل لقلبه، إذا هيسمعك. وردود الأفعال في هذه المؤتمرات عندما تنزلون وتتعاملون مع المواطن بشكل قريب، ماذا ترون وردود أفعالهم؟ كيف يستقبلون الدعوات؟ طيب ما نقيسها بشكل تاني خالص، لأن مؤتمر يعني في مكان مقفول. إحنا الحزب قرر أنه ينزل الشارع. حزب أول من أطلق مبادرة طرق الأبواب. طرق الأبواب إحنا وصلنا لنجوع، وصلنا القرى حرفيا. لما بتجيني أسمائها أنا ما ببقاش عارف دي فين، يعني أنا عمري ما سمعت عنها. وصلنا للناس البسيطة جدا جوه بيوتها. ناس مرحبة جدا. في ناس عندها بعض التحفظات. طبيعي جدا، وهذا طبيعي جدا. بتوصل له المعلومة فبيتفهم وبيتراجع وبيوصل لمرحلة خلاص أنا بقى عندي، هو بقى ناضج ومدرك وواخد قرار، هو عنده القرار. نزلنا للشارع، عملنا جولة بأوتوبيسات مكشوفة وبتاع في وسط الناس 3 أيام. يعني احنا يعني أرقام مهولة من أعلام مصر وصور الرئيس توزعت على الناس، أرقام مهولة. يعني الملايين كانت تتهافت على علم مصر وصورة الرئيس بمحبة شديدة جدا. في فيديوهات لو حضراتكم تحبوا تتابعوها تحبوا تعرضوها. ده رد فعل الشارع، هذه مشاهد نراها كثيرا. ده رد فعل الشارع الطبيعي، ده رد فعل مصر، ده رد فعل مصر. احنا فندم قبل احداث غزة اي انتخابات في الحياة بتتوزع 20-20-60، 20 مؤيد تأييد مطلق، و20 معارض معارضة مطلقة، و60 في منطقة رمادية. صحيح. له معه ولا هو ضد، اللي هو كانوا بيسموه زمان حزب الكنبة. حزب الكنبة. فبعد أحداث غزة ال60% تخلخلت وأصبحت 20% فقط في منطقة الحياد، وعندك 40% انضموا لل20%. موقف كان عظيم من الدولة المصرية. طبعاً وهي دي مصر. هو مش هي دي مصر، هي دي مصر الحقيقية اللي تلاشت صورتها للأسف الشديد في 2012 وتشوهت فيما قبل 2011. مصر بترجع لمشهدها ولمكانتها ووضعها الحقيقي اللي تستحقه بقيادة صح، بقيادة عارفة حجم دولة اسمها مصر، وعارفة شاغل مواطن اسمه المواطن المصري. لو اتكلمنا مثلا عن الانتخابات في الخارج، باعتبار ان في انتخابات دلوقتي في الخارج، هو كان من امتى حد بيسال على مواطن بره تضرر من حاجه؟ كان امتى؟ بس شفنا ده، شفنا في ازمه كورونا الدوله المصريه عملت ازاي، شفنا في الازمه الروسيه الاوكرانيه واولادنا لما رحنا جبناهم، بل بالعكس ده احنا اجلينا ناس تاني. ايه ده مصر؟ ايه ده مصر اللي كله بيخبط بابها؟ صحيح، وهي حاضنه للجميع، هي بتحضن الجميع. صحيح. وتحمي الكل. صحيح، لان هي رمانة الميزان.
مصر. هذا ما اعتدنا عليه من الدولة المصرية. لو تطرقت معك للمجموعة الرمادية التي تحدثنا عنها حاليا، الذي يكونون في المرحلة متشككين من بعض الأمور، يرون إيجابيات ويرون سلبيات، وهذا أمر طبيعي ومتواجد بكل المجتمعات. على من يقع عليه المسؤولية لتوعية هذه الفئة؟ هو هنا ما ينفعش نقول هل هي أحزاب فقط؟ لا، مستحيل يبقى الأحزاب بس. خلينا واضحين أن أي حزب سياسي لازم يكون له قواعد، ولازم يكون له قواعد في كل محافظات مصر وربوع مصر. وده أعتقد أنه لو كان حاصل في بعض الأمور فهو حاصل مش بشكل متكامل بما يلائم الجمهورية الجديدة. ليه؟ لأن احنا بنتكلم عن سياسات أثرت على فترة كبيرة من الزمن، من 52 وإلى أن رحم ربي. فعشان نقول إن أنا عندي بنيان حزبي أو كيان حزبي متكامل وله ركائز قوية حقيقية، وهنا لازم نتكلم بكلام واقع جدا، إنه يوصل لكل فئات المجتمع منفردا، ده مش صحيح إطلاقا إطلاقا. أنا ممكن أكون ليا باع وليا هيمنة وليا قوة ضاربة في محافظات معينة، دي حقيقة، ليا قوة ضاربة في محافظات معينة، وبوصل لحد النجع والقرية والبيت والفلاح والعامل والبسيط والبائع وكله كله كله أشكال المجتمع، وده هقدر أشتغل معاه وهقدر أغير من توجهاته أو أغير من تفكيره، من منظومة تفكيره، مش هفرض عليه اتجاه. في دور تاني على أحزاب تاني، في دور تاني على مجتمع مدني. هنا لازم المجتمع المدني يقوم بدوره الحقيقي في التلامس مع المجتمع، مش تقديم الخدمة وبس أو تقديم الخدمة المشروطة. أنا عايز هنا أن يكون التواصل المباشر. حتى الوحدات القروية المفروض أن المسؤول بتاع الوحدة القروية ده تواصل مع الناس. نعمل ندوات التثقافية، فين قصور الثقافة اللي عندنا؟ فين؟ عايزين نعمل إحياء لقصور الثقافة عندنا. عندنا قصور ثقافة عظيمة جدا ولنا تاريخ في قصور الثقافة المصرية، تعالوا احنا نبنيها سوا نكمل. وما أسباب توقف هذه الأدوار الهامة برأيكم؟ خلينا نتكلم في قياس الأولويات. يعني لو بنتكلم على الدولة وقصور الثقافة، لو جيت عند آخر جزء، في أولوية قصوى كانت هي الأمن، هي الأمان، وإلا ما كانش زماننا حضرتك قاعدين هنا، كان زماننا متحصرين من بره. يعني ما نفتكر الأيام السودة. صحيح، الأمن والأمان مسؤولية الدولة، وهي حقيقة دائما ما تنجح به، وهذا يعني أمر مفروغ منه. ولكن على الأحزاب السياسية، كدور الأحزاب السياسية، ما هي العراقيل التي تقابلكم لتنفيذ هذه الأدوار التي من المفترض أن تكون متواجدة على أرض الواقع؟ أبرز العراقيل التي تواجهكم. وأنا سبق واتكلمت قبل كده في بعض العراقيل في الحوار الوطني، وكانت هي جلسة واحدة اللي اتكلمت فيها وما رحتش تاني. لكن هقول بعض العراقيل. أكبر مشكلة بتقابل الحزب السياسي عشان يكون عنده ناس تنتمي له فكريا، هي غياب الثقافة الحزبية. في حالة غياب تام للثقافة الحزبية، ودي مشكلة كارثية. لازم كلنا، النخبة فقط هم من يعلمون عن، وللأسف أن بعض النخبة نظرا للتشويه والتشوه، التشويه والتشوه للحياة الحزبية، بعضهم أحجم عن الدخول في الحساسية. بعضهم أحجم برأيه وبقراره أنه هو يدخل في الحساسية. للأسف ده، لأن في فترة من الفترات الأحزاب تعرضت لمرحلة كانت حرب شعواء جدا جدا عليها من كل الاتجاهات بصراحة. كانت في حالة اختناق تام. أقدر أقول أن الأحزاب كانت ميتة فعاشت، كانش في حساسية في مصر. فنقدر نقول أنها خرجت، ابتدت تسلك طريق الرحب. دي عقبة من ضمن العقبات، فلازم نكون واقعيين. غياب الثقافة الحزبية، اتنين، للأسف هو ثقافة المجتمع المصري ككل محتاج أنه يتعزز بفكرة أن وجودك في الحزب السياسي هو مش بمقابل، لأن هو ده عمل عام، بل بالعكس أنت موجود
علشان انت عندك رأي او عندك رؤية او عندك اتجاه ماشي فيه وعلى اتجاهه وعلى نفقه عشان توصل لما بعد، لما يخدم الاجيال، لما يخدم ابنائك، لما يخدم وطنك، لما يخدم مجتمعك. مش ان انا موجود معاك النهاردة فانا المقابل ايه؟ ما هو دي برضو جزء كارثي وللأسف في ده بعض الأحزاب شريكة فيه. خلينا واضحين واحنا بنتكلم بوضوح شديد. الحاجة التانية ان للأسف بعض الكيانات شاخت. يعني ما ينفعش ان انا اقول انا حزب المصريين الأحرار الذي تأسست عام 2011 وقف. ما هي جت 2012 ونزلنا في 2013 الشارع. التحديثات والمواكبة للمواطنين لازم يكون عندك دماغ جديدة. لازم يكون عندك دراسات، لازم تكون صاحب رؤية. يعني ايه انا حزب سياسي ومعنديش تقدير موقف؟ ده امر كارثي. لازم يكون عندي تقديرات موقف. لازم اكون مواكب للمرحلة. استاذ ريمون سأعود اليك مرة اخرى، ولكن مشاهدينا الان نتابع مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات. شكرا جزيلا لكافة السادة السفراء رؤساء اللجان، وبرضو يعني نبدأ كده مع السيد السفير أحمد عيد في توجو. ممكن سيادتك تطلعنا على موقف وتم مستشار العزيز نعمل جهد جبار جدا ومع الزملاء وعلى زملاء في الوزارة، مكتب الوزير ومكتب النائب شكل النائب. والله من ساعة ما ابتدينا يوم الجمعة ومن قبل كده كان الدعم الفني سواء من الوزارة أو من عمل مستمر 24 ساعة. عملنا تجارب كتيرة جدا سواء يعني مع الزملاء هنا جوه السفارة أو مع الزملاء في الوزارة أو مع الزملاء في الهيئة، وكانت تجارب كويسة جدا. وكانت كمان يعني وفقا لأحدث التطورات سواء من الهيئة أو من الوزارة عندنا، فبنشكر حضرتك وبنشكر الطاقم الفني مع الهيئة، كان صراحة مساند لينا حتى في فرق التوقيت يعني فرق التوقيت الساعتين بس، كان صراحة بالليل الصبح بدري كان لا يتأخر، ومن الواتساب بتاعه أو من أي وسيلة أخرى بيكلمنا ويقول لنا أنا مش فاضي يكلمنا بعد كده. طبعا يعني بدينا العملية الانتخابية يوم الجمعة اللي شهدت يعني اقبال كثيف من الجاليه المصريه في توجو، وابتدت تزيد التواجد بتاعها بدءا من يوم السبت بالليل. والنهارده يعني انا بكلم حضرتك واكيد حضرتك سامع اصوات المحليين سواء من بومي نفسها او من بره بومي، اللي مبسوطين جدا بالتجربه دي، وفي منهم شباب كتير. اي معليك قاطع سيادتك، فاضل على الغلق وفقا للتوقيت ساعتين. هو دلوقتي يا فندم الساعه 5 وربع، فاضل بتوقيت لومي فرق ساعتين هنا وما بين القاهره. تمام، فاضل 4 ساعات. تمام يا فندم، في اي معوقات عن سيادتك او حاجه؟ لا لا، احنا بنشكر حضرتك وبنشكر تواجد حضرتك الزملاء. شكرا. أو من الوزارة عندنا مكتب معالي الوزير، وطبعا يعني شكرا جزيلا لفندم. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، بالتوفيق ان شاء الله. وطبعا يعني النقطه دي مهمه نعيدها لسيادتك، ان هو ان شاء الله مع الساعه 9 مساء اخر ناخب ان شاء الله يمكن من التصويت لو تواجد في جمعيه الانتخاب اللي حضرتك محددها في مقر اللجنه. شكرا جزيلا لسيادتك يا فندم. سياده السفير شريف ندى في وجده. مساء الخير على جميع الساده السفراء والزملاء. الحقيقه العمليه الانتخابيه بتسير بسهوله ويسر، ما كانش في اي عوائق تواجه العمليه الانتخابيه، وخصوصا ان كان في دعم فني متواصل من هيئه الانتخابات وتواصل مستمر مع وزاره الخارجيه. اللجنه بتنحل في ميعادها المقرر يوم الجمعه الساعه 9 صباحا، وما زال العمل مستمر حتى نهايه اليوم ان شاء الله الساعه 9 بقيام التقييدات المحدده. طبعا كده الاستعدادات المبكر للانتخابات اتاحت فرصه للناس ان تتواصل مع الجاليه المصريه اللي موجوده في دوله الاعتماد وتشجيعها حتى على القيام بدورها الوطني والقيام بالتصويت والاداء بسلطه في هذه الانتخابات. الامور كلها ماشيه على ما يرام، مفيش اي فاضل كام ساعه يا فندم على الغلق ان شاء الله؟
احنا عندنا دلوقتي هنا الساعة 5:15، فقدامنا 4 ساعات وربع ان شاء الله نغلق. شكرا سيادة السفير شريف دولة بوركينا فاسو، مع الشكر الجزيل لسيادتك يا فندم. سيادة المستشار دكتور خالد عطا في جنيف. سيادة المستشار مساء الخير، تحياتنا من جنيف. اولا بضم صوتي لصوت السادة السفراء ونتوجه بجزيل الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على كل جهودها، بداية من حضرتك يعني. شكرا فندم، شكرا فندم. عظيم الشرف حضرتك اكتر من 5 6 مرات على مدار الفتره اللي فاتت. المهم ما كنتش زهقت يا فندم. لا احنا نشرف ونسعد. لا يا فندم، شكرا جزيلا لسيادتك يا فندم. شكرا فندم. ويعني بالشكر الساده الافاضل في الدعم الفني، زي ما كان سعاد سفير احمد عيد ذكر يعني على مدار الساعه بمعنى الكلمه. الحمد لله. على مدار الساعه وفي وقت قياسي. حاجة مشرفة وعظيمة بنفخر بيها، وحتى الناخبين يعني كانت محل كتير منهم جميعا ان العملية قد ايه كانت مؤثرة، وشجعهم حتى كانوا يحكوا الاخرين ان هم ييجوا. وعلى الرغم من برودة الطقس هنا في جنيف، يعني اقبال فعلا حاجة مشرفة وحاجة عظيمة. الناس بتيجي من اماكن بعيدة جدا، يعني ما فيش اي عوائق منها، سواء يعني لا التصويت ولا على الصعيد الفني. ونتمنى تنتهي العمليه على خير ان شاء الله، قدامنا ساعتين و40 دقيقه باذن ربنا. تمام. شكرا جزيلا لسيادتك. لا هو ده دورنا جميعا يا فندم، وده واجبنا الوطني، وحضرتك وحضرات كافه الساده السفراء وزملائي في الدعم الفني وزملائي في الجهاز التنفيذي ومجلس الاداره، ده واجب وطني لينا جميعا. وبشكر الشكر الجزيل لسيادتك. سياده المستشاره سماح هانم بدوي في نيجيريا. مساء الخير سيادة المستشار، ومساء الخير على السادة السفراء والزملاء الأعزاء. أنا بوجه الشكر لحضرتك، وبوجه الشكر موصول كمان للزملاء في الهيئة على التواصل الدائم والتنسيق اللي كان قبيل فترة الانتخابات والمستمر لحد دلوقتي. احنا متابعين دايما معاكم على الواتساب وعلى الايميلات، واي حاجة يعني بتقف قدامنا هم كانوا بكل حب وكل محبة كانوا بيوجهونا. وكمان حابة أشكر أبناء الجالية اللي جم من خارج أبوجا كمان. إحنا الحمد لله اللجنة الانتخابية يوم الجمعة الساعة 9، وكانت المشاركة إحنا بالمجموعة اللي موجودة أبوجا، واستمرت يوم السبت واستمرت النهاردة. وجات لنا كمان عائلات سافرت من عندنا في لحد أبوجا علشان يشاركوا بأطفال وكبار السن. يعني بشكركم تاني، وبشكر لدى الزملاء في وزارة الخارجية كلهم لتعبهم، مكتب السيد الوزير ومكتب السيد الحاكم. وإن شاء الله تنتهي العملية الانتخابية، وهذا باستحقاق لكل المصريين بيمارسوا حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية. فاضل كام ساعة يا فندم ويتم الغلق إن شاء الله؟ عندنا الساعة 6:30، فاحنا قدامنا إن شاء الله حتى 9 بإذن الله في انتظار الناخبين. وكمان إن شاء الله عندنا يعني منتخب كرة الطائرة للنخبيات، ففي انتظار ما يجوا يشاركونا هذا الاحتفال. إن شاء الله فندم، بالتوفيق مع حضرتك حتى تمام الغلق ونهاية الفرز. مع الشكر الجزيل لسيادتك فندم. سيادة السفير أحمد فاروق في الرياض. مساء الخير سيادة المستشار، مساء الخير على الزملاء الأعزاء جميعا. الحقيقه ابتدي بالشكر لسيادتك والهيئه العليا للانتخابات على كل الدعم والتواصل المستمر في التعليمات في حين. النقطه الثانيه ان مفيش اي معوقات او مشكلات تقنيه او موضوعيه قابلتنا. هو في بس مشكله فنيه واحده بس كانت عندنا مع في الرياض، وسيادتك ازلتها بتصرف سريع جدا في موضوع الجن. وبشكر حضرتك انا طبعا مع حضرتك سرعه التصرف، وشكر جزيل لحضرتك والتنظيم. وانا شايف كمان الرياض قدامنا على الشاشه. انا قطعت كلام سيادتك بس عشان لازم ابين مجهود حضرتك، لان انت سيادتك اول من ازلت المشكله الفنيه اللي كانت موجوده في التابلت، وسيادتك ساعدت في ان احنا جبنا 10 جن للاجهزه ويسرت الامر. وانا بشكر حضرتك فعلا، والتنظيم كمان في الشاشه قدامي والتقاطر المواطن وسرعه التصرف. شكرا يا فندم، اتفضل. انا اسف، اتفضل مع السفير. شكرا
فيش اي معوقات حتى هذه اللحظه. العمليه تسير بانتظام تام وسهوله على كل ابناء الجاليه. استاذن بس سيادتك اني لان فاضل نص ساعه على الغلط، ساعه عندي 8:30، وعلمت من بعض الاخوه في الجاليه ان هناك لسه اتوبيسات قادمه من المنطقه الشرقيه والدمام، فانا هستاذن اني امد العمل ساعه او ساعتين اضافيتين الى ان يؤدي اخر مواطن موجود في حرم السفاره بسهوله. تمام. لا هو فندم وفقا لصحيح قانون مع تمام الساعة 9 مساء آخر ناخب متواجد في جمعية الانتخاب اللي سيادتك حددتها يمكن من الإدلاء بصوته، فبالتالي إذا كان تواجد المواطن اللي سيادتك بتتكلم أو مجموعة المواطنين المصريين في ذات التوقيت في جمعية الانتخاب وفقا لصحيح قانون يمد لنهاية آخر مواطن إن شاء الله، فدي ترجع لمعاليك إذا كان تواجد في جمعية الانتخاب، وانا مع حضرتك طبعا لغايه اما ننتهي بتمام الغلق ان شاء الله. وبشكر سيادتك فن، بشكر سيادتك فن، مع الشكر الجزيل لسيادتك فن. سيد سفير سيف انديل في الجابون. مساء الخير سياده المستشار، مساء الخير الساده السفراء. العمليه الانتخابيه مرت بسلاسه في الجابون، شهدت اقبال جيد من ابناء الجاليه المصريه من داخل وخارج لبنجيب، شهدت حضور ممثلي بعثه الازهر الموجودين في لبنجيب، ممثل الكنيسه القبطيه، والحقيقه ان شاركوا برضو على مدار الثلاث ايام الجمعه والسبت والحد النهارده. الانتخابات صندوق الاقتراع المفروض يغلق خلال ساعتين ونص الساعه 9 مساء، وبشكل عام الامور مرت بسلاسه شديده، لم تشهد اي معوقات او اي عقبات لوجستيه. نشكر طبعا شكرا لك فندم، واحنا مع حضرتك لغايه ان شاء الله تمام الانتهاء، اللي لم يترك اي شيء للظروف. مع الشكر الجزيل لحضرتك، واحنا مع سيادتك لغايه انتهاء الغلق مع تمام الفرز ان شاء الله. سياده السفير وائل نصر الدين في كينيا. أهلا يا فندم. طبعا أنا برضو بضم صوتي للزملاء اللي قبلي في توجيه الشكر للجنة العليا على كل الدعم الفني اللي تم تقديمه لينا خلال الثلاث أيام اللي فاتوا، وطبعا دايما متواجدين معانا طول الوقت، وأيضا هو بقدم صوت طبعا لزمايلي. احنا كنا مقسمين اليوم عشان طويل 12 ساعة، وطبعا الناس تيجي قبلها وتروح بعد الميعاد، فطبعا كنا ماسكين اليوم نبطشيات، انما هم كانوا بصراحه حرصهم على ان هم يتواجدوا مع بعض طول اليوم رغم ان هي في نبطشيات، والجاليه كانت في اقبال كبير جدا من الجاليه المتواجده هنا على المشاركه والادلاء باصواتهم، والحمد لله العمليه تمت بسلاسه تامه. حرصنا ان احنا نجهز المقر الانتخابي بحيث ان هو يكون سهل الوصول ليه بالذات لذوي الاعاقه الحركيه، والحمد لله الامور مشيت على خير، وفي فعلا بعض من ذوي الاعاقه هنا اهو في الدنيا شاركوا معانا النهارده. هنقفل المفروض خلال نص ساعه ان شاء الله، توقيتنا اهو 8:30 دلوقتي، وفي لسه بعض الاعضاء بعض المنتجين موجودين في الدائره الانتخابيه، وان شاء الله تنتهي على خير ويعني تمر العمليه كلها على خير. شكرا جزيلا لفندم لحضرتك، مع الشكر الجزيل ان شاء الله، مع حضرتك حتى نهايه الفرز ان شاء الله. شكرا يا فندم. سياده سفيره نهله هانم الظواهري سلوفينيا. مساء الخير سياده المستشار، مساء الخير على ساده الزملاء والزميلات جميعا. الحقيقه هنا الكفار المصريه في ديانا استقبلت خلال الثلاث ايام الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الابناء الجاليه المصريه المتواجدين مش فقط في ديانا ولكن في جميع من جميع المدن في سلوفينيا، ورغم الطقس امبارح كان فيه عاصفه ثلجيه، انما الحقيقه يعني روح حس العديد الكثير من ابناء الجاليه من الاعمار المختلفه، شباب وشابات وطلبه وحتى اسر هم الاطفال من اجل تزكيه روح الانتماء. الحقيقه كانت روح يعني الاقبال الجيد والمشاركه السلسه من ابناء الجاليه المصريه هنا،
واحب اشكر زي اللي يؤيد دور وجودي لسياده الزملاء، اشكر اللجنه العليا للانتخابات ومجموعه الدعم الفني للتنظيمات الكبيره اللي قدمتها. لا بالشكر الجزيل لحضرتك. وفاضل قد ايه على الغلق ان شاء الله يا فندم؟ فاضل حوالي 2:30، واحنا طبعا فاتحين ابوابنا من 9 صباحا ل 9 مساء، وان شاء الله تنتهي العمليه الانتخابيه بكل خير وسعاده. شكرا جزيلا لحضرتك، واحنا مع حضرتك حتى تمام الانتهاء من الانتهاء الفرز ان شاء الله. مع الشكر جزيل. سياده السفير محمد الشناوي في بودابست. مساء الخير يا سياده المستشار. في الاول انا عايز اوجه الشكر لحضرتك واللجنه الوطنيه للانتخابات وللزملاء في القاهره على حسن تنظيم عمليه الانتخابات والخلافات تخرج بشكل منظم ودقيق وسريع. الساعه دلوقتي 6:30 عندنا في بودابست، وما عندناش اي مشاكل نقدر نقول اللي احنا واجهناها، الامور كانت ماشيه بمنتهى السلاسه. يمكن موضوع البرد، الجو كان برد شويه النهارده وامبارح او امبارح، وتزامن الانتخابات مع الامتحانات الجامعيه، لكن يعني انا اقدر اقول ان مستوى المشاركه الحمد لله مقبول لحد كبير، وان شاء الله ربنا يتمم معنا خير. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، وبشكر حضراتكم تماما على حسن اداره العمليه الانتخابيه. وبنعيد تاني مع حضراتكم الا وهو مع نهايه التمام الساعه 9 مساء، اذا تواجد احد الناخبين في جمعيه الانتخاب اللي معاليك حددتها يمكن من الادلاء بصوته، ومع حضراتكم حتى نهايه الفرز. شكرا جزيلا لحضراتكم، وبراجع تاني انه تم غلق 30 مقر ويعمل حتى الان 107 مقر، وفي الساعه الحاليه تم فتح كافة المقرات المحددة وفقا للقرار. أستاذ ريمون، حقيقة الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور هام وكبير ومتابعة مشرفة حقيقة. في الختام أود أن أخذ منك كلمة أو ربما رسالة للمصريين بالخارج أو الداخل سريعة. رسالتي للمصريين في الداخل. نعم. عليهم أن يدركوا حجم المخاطر. وعليهم أن يكملوا الملحمة. التي بدأها أشقائهم في الخارج. في الخارج صحيح. علم مصر لازم يترفع جوه مصر دايما، ومش هيترفع غير بإيد ولاده. لازم نكمل وننزل كلنا على الصندوق. انزل قول رأيك بصراحة، اختار اللي براحتك، اختار اللي يعجبك، اختار حق دستوري وواجب وطني. والأهم انه نازل مش بينتخب شخص، مستقبل وطن. لا، نازل بيعمل سياد علشان خاطر مصر ما تضربش. نعم. نازل لأنه هو مصري حر. نازل لأنه واحد من المصريين الأحرار. نازل لأنه مواطن إن شاء الله قلبه على بلده. وهيكمل، وأكيد على الصندوق هيبقى قراره بالمشهد اللي شافه واللي عصره 9 سنين إن شاء الله. على مصر دائما مرتفع. شكرا جزيلا. لك الكاتب ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، تشرفت بوجودك معي النهارده. شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا، على مدار 3 أيام تابعنا معكم توافد المصريين في الخارج على لجان الاقتراع في مختلف بلدان العالم، مشهد يستحق أن نفخر به جميعا وأن يكون محفزا لمزيد من المشاركة في انتخابات الداخل أيام 10، 11، و12 من ديسمبر الجاري بإذن الله. كانت هذه هي تغطيتنا لانتخابات المصريين في الخارج، قدمت لكم هذه التغطية أنا منى يعقوب. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم.